مشاهدينا، صادقت لجنة الكنيسة الأربعاء على مشروع قانون حل الكنيسة وطرحه للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وحسب المكتب الإعلامي للكنيسة فقد صوت لصالح مشروع الحل أغلبية أعضاء اللجنة برسم 10 أصوات مقابل 7. وأضاف المكتب الإعلامي أن اللجنة حددت تاريخ 16 من مارس المقبل موعدا للانتخابات المبكرة في حال الموافقة على مشروع حل الكنيسة بالقراءات 3. نتابع التقرير. رحلة الأكاذيب انتهت ومضى وقت المناورة وإخفاء الحقيقة، وحان وقت اختبار الأفعال. هكذا رد وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس على دعوة بنيامين نتنياهو إلى التراجع عن السعي للذهاب للانتخابات المبكرة ودعم مشروع قانون بحل الكنيسة، وهو ما حصل فعلا. فبعد أن صوت الكنيسة الأربعاء الماضي لصالح مشروع القانون الذي تقدم به زعيم المعارضة يائير لبيد احتجاجا على أداء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتقديم لائحة اتهام بالفساد ضده، صادقت اليوم الأربعاء لجنة الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون حل الكنيسة وطرحته للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة، وذلك بعد موافقة 61 نائبا. وبذلك تدخل الأزمة الحكومية الإسرائيلية مرحلة تصعيد جديدة. في حال المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، ستجري الانتخابات للكنيسة في موعد يتراوح بين 16 و 24 من مارس المقبل. وفي حال لم تتم المصادقة على مشروع قانون الحل بالقراءات 3 ولم تتم المصادقة على الميزانية حتى يوم 23 من ديسمبر الجاري، فإن الكنيسة سيحل بشكل تلقائي ويتم التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال 3 أشهر. وبهذه الخطوة ستكون هذه رابع انتخابات عامة في غضون عامين في إسرائيل منذ أبريل نيسان 2019 قبل تشكيل الحكومة الحالية في مايو، وفق اتفاق ائتلافي بين نتنياهو وغانتس الذي كان يقضي بتولي كل منهما رئاسة الوزراء لمدة 18 شهرا بالتناوب. ورغم الأزمة السياسية الداخلية التي تعيشها دولة الاحتلال واتهامات الفساد والاحتيال وإساءة الأمانة التي تلاحق سياسييها وقادتها وعلى رأسهم نتنياهو، تتجاهل أنظمة الدول العربية المطبعة كل ذلك، رافعة من وتيرة التطبيع مصرة على الارتماء في أحضان نتنياهو وحكومته المهترئة. مشاهدينا، للمزيد ارحب بضيفي عبر سكايب من رام الله سيد نهاد ابو غوش، مدير مركز المسار للدراسات الفلسطينيه الاسرائيليه. ارحب بك سيد نهاد. لحظه الحقيقه، اي حقيقه؟ الحقيقه، مساء الخير. اولا، الحقيقه معقده جدا ومركبه متداخله ومتغيره يوميا. بالامس فقط طرأ تحول مهم جدا، وهو اعلان القيادي في حزب الليكود جدعون ساعر انشقاقه عن الليكود، وبالتالي هذا سيدخل تغيرات مهمة في الخريطة السياسية، ما يؤثر على فرص نتنياهو في البقاء على في موقع رئاسة الحكومة، وقد يعيد ترتيب أيضا التعقيدات والمعادلات التي تربط نتنياهو سواء بحلفائه أم بخصومه. على كل حال، يعني خيار الانتخابات المبكرة ما زال قائما بقوة لأكثر من سبب. أولا، اتساع دائرة معارضة نتنياهو، وبالتالي مصيره بات معلقا بأي يعني مجموعة من النواب الأفراد أو حتى حزب معين أو جناح في حزب معين قد يطيح به بكل سهولة إذا تحالفوا مع المعارضة. ثانيا، موضوع الموازنة. حتى الآن دولة إسرائيل للعام الثاني تمضي بدون موازنة، وهذا أمر ليس فقط مسألة يعني خلل فني، هذا يؤثر على مستوى الاقتصاد، على ثقة المستثمرين، على التصنيف الدولي للاقتصاد الإسرائيلي ولدرجة الأمان فيه، وأيضا على المخصصات التي ستوجه لمختلف القطاعات بما فيها الأمنية والعسكرية، وهذه خطيرة وليست فقط مهمة. وبالتالي خيارات الانتخابات واردة، لكن أيضا خيارات إبرام صفقات بين نتنياهو ومعارضي أيضا قد تكون واردة، وبالتالي جرى التصويت بالقراءة الأولى على حل الكنيسة، لكن هذا ليس نهاية المطاف،
ربما يكون هناك متسع من هون يعني إلى أسبوعين لإبرام صفقات معينة. بعد التصويت والقراءة الأولى، هل يمكن التراجع وعقد صفقات من جديد؟ طبعا بالتأكيد يمكن التراجع. القانون واضح أنه يجب أن يمر بالقراءات الثلاث، وبالتالي ما زال هناك أسبوعين حتى تاريخ 23/12. ب 23/12 الكنيسة ستنحل تلقائيا دون تصويت ولا بدون أي عملية إذا لم تقر الموازنة. من هنا إلى ذلك الوقت هناك ما يشبه لعبة عض الأصابع بين نتنياهو وغانس. نتنياهو يريد أن يطوع غانس ويحوله من شريك ند، من شريك يعني كبير، إلى شريك صغير، بينما غانس يريد من نتنياهو الالتزام بالاتفاق الموقع بأن يتنازل له عن السلطة بعد عام ونصف، وهذا أعتقد أنه بات من سابع المستحيلات. نتنياهو لن يتنازل عن رئاسة الحكومة ولا بأي ثمن، لأن هذا الموقع هو الذي يحميه من الإجراءات القضائية ويمكنه من مواصلة التأثير على الجهاز طيب، القضائي. سأعود إليك سيد نهاد. مشاهدينا، ينضم إلي عبر الهاتف من الناصرة دكتور جمال زحالقة، عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة. أرحب بك دكتور جمال. إذا قراءة أولى في الكنيست لحل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة، يعني ما هي فرص نتنياهو في هذا الصدد؟ كان من المرجح حتى أمس أن تكون الانتخابات في منتصف يعني بين شهر 3 إلى شهر 6 عام 2021، إلا أن إعلام قطع سعر الشخصية القوية والمهمة والقائد الليكود المهم الانسحاب من حزب الليكود وإقامة حزب جديد قد غير الموازين القوى. ليس من المعروف حتى الآن كيف سيغير ذلك، ولكن هذا سيؤثر على موعد الانتخابات، لأن نتنياهو لا يريد أن تكون هناك انتخابات في وقت. دكتور جمال، يبدو فقدنا الاتصال. يعني إذا بدك عبر سكايب سنجهز حالي، بدك الهاتف الهاتف. يبدو هناك مشكلة في التواصل مع دكتور جمال. أعود لك سيد نهاد أبو غوش. يعني تحدثت عن أنه نتنياهو لن يتنازل عن رئاسة الحكومة، لماذا عقد صفقة إذن مع جاتس؟ يعني هو عقد صفقة لكي يمتص غانس مثلما يعصر الإنسان حبة ليمون، يعني اعتصره وسيلقي به. الآن غانتس عبارة عن حطام. غانتس الذي كان في ذلك الوقت يمثل أمل المعارضين لنتنياهو وهو الذي وحد كل أشتات هذه المعارضة، ظهر كقائد يعني كبير وكند محتمل وكبديل واقعي لنتنياهو، لكن مجرد التحاقه بنتنياهو من موقع الضغط إلى شريك صغير، وبالتالي يعني نتنياهو قضى وطره من غانتس وانتهى يعني الأمر. الآن غانتس عبارة عن حزب صغير أو وسط على كل حال. الفكرة التي بدأ بها الدكتور جمال بالمناسبة هي مهمة جدا، بحيث أنه فعلا هناك متغير ساعر، وبالتالي الآن كل المعادلات اختلطت، وربما يعني طبعا أنا آمل أنه نستمع له مجددا. أعتقد أن هذا سيؤثر على كل الفرق. نتنياهو كان يواجه معارضة من أحزاب ما يسمى الوسط، أحيانا منافسة من قبل حزب يمينة وليس معارضة، منافسة على أيهما يحصل على الحصة الأكبر من اليمين. الآن ساعر يميني ليكودي، لكنه يقدم نفسه كيميني مستقيم، يعني يده ليست طويلة على العام، وذمته الشخصية يعني نظيفة إلى حد ما، هكذا يقدم نفسه، بينما نتنياهو فاسد مد يده على المال العام مثقل بقضايا الفساد، وبالتالي يعني شتان ما بين صورة ساعر يعني المؤثرة في قطاع يعني جدي من مصوتي الليكود، وبين صورة نتنياهو الفاسد. طيب، الذي يعرف اليمينيون أنه فاسد لكنهم ينتخبونه. عاد إلينا دكتور جمال زحالقة. دكتور جمال، في ظل هذه الخلافات القائمة وهذه الانشقاقات وتقزم كما ذكر السيد نهاد، تقزم حزب غانتس، كيف تتصور المشهد السياسي الإسرائيلي في المستقبل؟
من الصعب التكهن بدقة لأن هناك عوامل غير معروفة حتى الآن، منها هل سيدخل الرئيس الأركان السابق أيزنكوت الانتخابات وفي أي حزب سيكون، هذا سؤال مهم جدا وله تأثير كبير. أيضا هل سيدخل رئيس بلدية تل أبيب رون خلدعي الانتخابات وبأي طريقة، ومن سيأتي ومن سيتحالف مع جدعون سعر؟ هذه أسئلة باعتقادي. وكيف سيتم ترتيب الأمور بين كحول لافان وحزب يش عتيد الذي يتزعمه يائير لبيد؟ كلها أسئلة باعتقادي أن اصطفافات القوى ليست واضحة، ويعني لا أحد يعرف كيف ستنتهي الأمور لأن هناك متغيرات كثيرة. لكن من الواضح أنه الآن برزت قوة جديدة تدعو إلى إسقاط نتنياهو من اليمين. لأول مرة هناك قوة يمينية يعني واضحة يتزعمها جدعون سعر تقول أنها هدفها هي إسقاط بنيامين نتنياهو، وهذا يعني سيضعف معسكر نتنياهو الذي كان يحظى بأغلبية مطلقة حتى الآن. وباعتقادي إذا استمر جدعون سعر في هذا الطريق لن تكون هناك أغلبية لنتنياهو لتشكيل حكومة في أي حال من الأحوال، وربما هذا سيقضي عليه سياسيا. لكن كما قلت من المبكر التنبؤ بهذا الموضوع. المعروف أنه الآن واضح أنه المنافسة على رئاسة الوزراء في إسرائيل صارت تدور في المحور اليمين الإسرائيلي بين ثلاثة: بنيامين نتنياهو، جدعون سعر، ونفتالي بنت. لا يوجد حتى الآن أي مرشح لمعسكر الوسط واليسار في إسرائيل ينافس على رئاسة الوزراء بجدية. لماذا لا يوجد، لم يعد يوجد مثل هذا المرشح؟ هل هذا يشير إلى تحول اجتماعي نحو اليمين؟ بالتأكيد المجتمع الإسرائيلي يسير يتجه نحو اليمين أكثر وأكثر، ويعني والعنصرية ترتفع والكراهية للعرب تزيد. وأيضا وهذا أمر في غاية الأهمية، إنه المجتمع الإسرائيلي يشعر أنه يستطيع الاستمرار بالاحتلال واتخاذ سياسات يمينية دون أن يدفع ثمن، لأن يعني على مدى سنوات طويلة قيادات في حزب العمل وفي اليسار الإسرائيلي كانوا يقولون إنه إذا استمر الاحتلال واستمرت إسرائيل في سياسات خرق القانون الدولي بهذا الشكل فإنها ستدفع ثمن. لكن إسرائيل لم تدفع ثمنا طبعا بسبب التقصير العربي وبسبب التقاعس العربي وحتى التواطؤ العربي معها. نعم. فباعتقادي أنه هذا يعني يمنح قوة أكبر نحو اليمين الإسرائيلي الذي يزداد قوة ويزداد تطرفا في نفس الوقت. طيب سيد نهاد أبو غوش، هذا التحول نحو اليمين وصعود اليمين بشكل قوي وباتت المنافسة بين اليمين واليمين أدى إلى هذه الدوامة في الكنيسة وفي الحكومة، لا يوجد حكومة مستقرة، انتخابات مبكرة كل بضعة أشهر، يعني كيف الخروج من هذه الدوامة اليوم؟ هي أعتقد أن المشكلة والحل هي بنيامين نتنياهو. يعني لو أزيح نتنياهو عن مواجهة حزب الليكود أعتقد لن تكون هناك أي مشكلة على الإطلاق في تحالف ما يتبقى من حزب الليكود، سواء سعر أو حتى الآخرين في الليكود مع باقي الأحزاب التي هي يمينية بالفعل. يعني مثلا مشيع علون الذي يرأس حزب تيلم هو كان في الليكود وكان محسوبا على الجناح اليميني في الليكود. يائير لبيد وحزب يوجد مستقبل هو يميني في السياسات العام الخاصة الخارجية، ربما لديه تمايز في موضوع الحقوق المدنية والمسائل العلمانية وهو ضد الإكراه الديني، لكن في السياسات العامة تجاه القضية الفلسطينية وتجاه العلاقات الخارجية وكل ما يتعلق بالسياسة هو يميني. وبالتالي لا توجد حتى مع حزب العمل، يعني عمير بيلس واندثر حزب العمل، لم يعد هناك حزب العمل. حتى حزب ميرتس اليساري الآن هو على يمين ميرتس الذي عرفناه قبل سنوات أو 20 سنة. أحدهم، أحد قادة ميرتس اسمه يائير لبيد، قال إذا كان الضم سيؤدي إلى انفصالنا عن الفلسطينيين فهو معد،
وبالتالي نعم كل إسرائيل مجتمع وبنى ومؤسسات وأحزاب وقيادات ويعني كل البنى حتى الرسمية والاجتماعية تنزاح أكثر فأكثر نحو اليمين، وبالتالي لا مشكلة في نعم تأليف حكومة، لكن المشكلة هي في شخص نتنياهو. طيب أعتقد أنه يعني غياب نتنياهو عن الساحة سيعيد الأمر. بالمناسبة نتنياهو ليس كشخص فقط، نتنياهو عمل على تحطيم المؤسسة سواء الليكودية أو دولة إسرائيل حين عاد القضاء وعاد الإعلام وعاد جهاز الشرطة، طيب وهو يبني نظاما فرديا وأوتوقراطيا، وبالتالي هذا ما يعني يرفضه الناس وليس فقط شخصه أو فساده فقط. طيب دكتور جمال زحالقة، الكتلة العربية في الكنيست هل تتجه نحو الموافقة أو تأييد حل الكنيست، وما هي أين مصلحتها؟ نحن طبعا سنؤيد حل الكنيست لأننا ضد هذه الحكومة السيئة والمسيئة، وضد بنيامين نتنياهو بالأخص الذي يحمل سياسات متطرفة ويعمل لم يتنازل عن الضم، يريد تنفيذ الضم ويدعم الاستيطان، وسن قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين في الداخل. يعني هذا رجل خطير جدا والتخلص منه واجب، ولهذا السبب نحن مع حل الكنيست. أشكرك جزيلا دكتور جمال زحالقة، عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة، كنت معي عبر الهاتف من الناصرة. كما أشكر السيد نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات الفلسطينية الإسرائيلية، كان معي عبر سكايب من رام الله.